ما متوقعين هذا الشيء يصير. مع ذلك ما تشتغل حاليا هذا الوضع. مات السيارة، المحرك كله شاله وطلعنا. السلام عليكم، حياكم الله. اللي اول مره بالقناه، انا اسمي عبد الله ابراهيم، عايش بكندا اونتاريو. اهلا وسهلا بكم بهذا الفيديو. حبيت اني طالع اقطع مسافه بهذا الخط السريع الهاي واي 401، وبنفس الوقت حبيت اخبركم وسولف لكم عن قصه البنزين بكندا. يعني اول ما بلش البنزين عندنا، يعني بالنسبه لي اول ما بلشت سياقه كان البنزين تحت الدولار، يعني حتى الدولار ما يوصل، بالثمانين بالتسعين مثل ما تشاهدون بالصورة اللي فوق اللي موجودة، انه البنزين اول ما بلش ما بلش باسعار عالية، حتى اقل من الدولار ممكن كان تحصل تعبي سيارتك بستين دولار، كان تتفول السيارة يعني تتعبى للنهاية. بعد الكورونا اسعار البنزين بدأت تصعد بشكل مو طبيعي، يعني ما اعرف الحكومة تريد تعوض الفلوس اللي طتها للناس بزمن الكورونا لو ما ادري شنو، لان ما ادري انتوا اذا عارفين، بس بوقت الكورونا كانت الحكومة الكندية توزع بالشهر اقل شيء 2000 دولار بالشهر، 2000 دولار لكل شخص مثلا تعطل شغله بسبب الكورونا او مريض ما يقدر يشتغل، او بشكل عام اللي قاعد او اللي ما عنده وظيفة. المهم اي واحد كان يقدم وعنده جنسية كندية او permanent card، هذا الاقامة الكندية، يطوا 2000 دولار بالشهر وما يسألون اي سؤال. وطول هذا الشيء سنة سنتين، فتعودت الناس وقعدوا بالبيوت والحكومة كانت توزع فلوس. فالمهم ما ادري الحكومة هسه رايدة تعوض هاي الفلوس اللي طتها او لا، بس شكل مو طبيعي صعد البنزين الى 140 وبعدها الى 160، يعني جاي نقول 140 160 يعني دولار و40 سنت، دولار و60 سنت. وورا هاي بعد يعني السنة الماضية هسه شوية رجع نزل 2023، بس السنة الماضية و2000 نهايتها بداية 2022 كان فوق الدولارين. يعني اتذكر اني نفسي عبيت السيارات فوق الدولارين وعشرة سنت او اكثر، تفوية عادة كانت بستين دولار، صعدت الى 80 دولار، وصعدت الى 100 دولار و 120 دولار اذا اريد تفول سيارة، هاي سيارة العادية، كيف اذا كان سيارة كبار بالميتين دولار يعبر اذا واحد يفول السيارة. فالمهم كل سيارة واحد يسوقها همنا عليها انشورنس، فواحد من يسوق بالشوارع ماكو ممنوع انه تسوق بدون انشورنس، فلازم تخلي انشورنس من 100 اذا كنت يعني بسن كبير وما عندك خبرة زينة وما عندك حوادث ومشاكل او تكتات. ف 100 دولار تحصل 150 200، بعض الناس يدفعون 300 400 دولار بالشهر. وغير هذا كله هم تجيك التايهات. خليكم وياي ولاحظوا بهاللحظات واني اسوق، شوف ايش راح يصير وياي. شباب مثل ما تلاحظون حاليا السيارة وقفت بينا، والحمد لله انه لقيت مكان قريب بعد الخط السريع ووقفتها، وبعد ما تبي تشتغل كان تطلع دخان وتقول عايزة دهن، فليت الدهن ومع ذلك ما تشتغل. فحاليا هذا الوضع، جاي نرفعها ان شاء الله راح ناخذها عند الميكانيك نشوف شنو المشكلة. بعد ابتلاءات والحمد لله على كل حال، وانا لله وانا لي راجعون. وهسه لازم نروح شنو للميكانيك نشوف شنو مشكلتها. مثل ما تشوفون هسه صعدها، توكل على الله. الشاب لبناني الله يعطيه العافيه ساعدنا. باب السيارة اضطرينا نتركها بهاي المنطقة ويجيبونا اياها باكر، وهذا الوالد الحمد لله على السلامة اجا وصلنا للبيت. فهاي السيارة شباب وصلنا للميكانيك اللي بمدينتنا وصاحبنا. فطلع السيارة مشكلتها كبيرة يا جماعة، يعني طلع المشكلة بالمحرك، نوعيات دني الاودي
ورا ال 120 كيلومتر ماشيات 120 ألف يعني يصير بيه المشاكل إنه يقوم يمتص الدهن، يقوم ياخذ دهن المحرك، يقوم ياخذ الدهن ويحرقه بحيث الدهن يقوم يبين من وين يطلع عندك من ورا من الاكزوست الورا. فاللي صار اللي ظلت تاخذ دهن 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 واحنا نضل شوي شوي ندير لها ما متوقعين هذا الشيء يصير. شو السي بعد الحمد لله على كل حال، بس راح المحرك وهسه يحتاج لنا محرك جديد. يعني بصراحة شباب الحمد لله على كل حال، ولكن هذا الشيء راح يكون خسارة بالنسبة لي، يعني من 6 إلى 7 آلاف دولار راح تكلفنا على مود نغير المحرك ونرجع نخلي السيارة تمشي من أول وجديد. شو شباب هذا حال الانجن هسه، مات السيارة المحرك كل شاله وطلع الميكانيك. شوفوا هذا المحرك لازم يخلون هسه الجديد. هاي السيارة هذا الشغل الله يعينهم. والحمد لله على كل حال هذا الوضع، ونشكركم على المتابعة ونشكركم على المشاهدة، ودعونا إن شاء الله الله يسهل الأمور وأمر الجميع. حياكم الله وشكرا لكم.